هعمل دلوقتي طماطم محشيه موتزاريلا وريحان. قول على المكونات: طماطم، جبنه موتزاريلا شرايح، ثوم وريحان. طبعا الاسهل بكتير قوي ان الواحد ان احنا نعملها في الفرن. ممكن نبقى الفرن مشغول، مفيش فيه مكان، ممكن اي سبب، ممكن ما عندناش فرن، ممكن في المصيف، في اي حته مفيش فرن مش متاح، يعني بنصيف ومأجرين بيت ومفيش فيه فرن، فهنحتاج طاسه بغطا. طيب ما احنا في المصيف برضو مفيش طاسه بغطا، ماشي خلاص، يبقى هنجيب طاسه وفويل عشان ايه؟ نبقى حلينا كل لو اتقطعت دي هاخد دي جوه واشيلها جواها. وبعدين بالسكينه في ثلاث اماكن اساسيه هما اللي ماسكه فيها الطماطم والبزر، بمشي بالسكينه كده بالراحه خالص لحد لما هاخد حتتين توم ومعلقه موتزاريلا او على حسب الكميه اللي انا عايزها. عايزين بقى ايه؟ نغرقها واحط معاها واحده وبالمعلقه هغرزها جوه كده. الزيت ده مش هيتاكل، انا هطلع الطماطم كلهم طماطمايه، فالزيت مش هيتاكل. لو الغطا بتاع الطاسه مش موجود ورق الومنيوم هيبقى زي الفل. هناخد واحده من هنا واحده من هنا والكبيره في النص.